السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبابنا وأنساتنا طلاب الثانوية العامة، يعني تالتة ثانوي تانية ثانوي وكمان أولى ثانوي. نيجي لأهم جزء في الامتحان هو القطعة، سؤال الباسج. القطعة بتاعتنا سؤال رهيب مهم جدا عليه عدد كبير من الدرجات، وبتتسمى قطعة الفهم، فأنت محتاج إن القطعة تديها أكتر مما تستحق. يعني انت دلوقتي سؤال القطع ده انت فاكره سؤال؟ لا، هو والله اكتر من سؤال، هو انك تترجم، هو انك تكتب اسي، هو انك تعرف تحل كل حاجة. القطعة مش بس 7 درجات او 8 درجات او ثانوية عامة 14 درجة او 16 درجة، لا الموضوع اكبر من كده. فاحنا محتاجين ان القطعة نطلع منها بكلمات، نطلع منها بافكار، نطلع منها بعبارات، عبارات على بعضيها كده، ودي بتقوي طبعا جدا عندنا حته الفهم وحته انك تعرف تجاوب. طبعا دايما بنصح ان لما اجي احل الباسج اقرا الاسئله اولا، ولكن انا هقرا القطعه النهارده اولا علشان نقدر نشوفها مع بعض كتكست، مش كمثلا قطعه، لا انا عايز اقراها كقطعه عاديه او كترجمه. احاول على قد ما اقدر جاهدا ان انا اترجمها عشان اقدر اطبق عليها فيما بعد. تعالى كده بسم الله نبدا مع بعض. انا معايا ورقه وانا قاعد اهوت وقلم بتاعي، وهبدا ان انا اسجل كل حاجه بكتبها، كلمه معينه، فكره معينه، هقول لك سينونيم للكلمه، انتونيم، كاننا ماسكين ريدنج في المنهج او ليسننج، وبنبدا نقراه وبنبدا نخمنه. يلا بسم الله. With the development of modern civilization, life has become more and more complicated. نقف عند النقطة دي. بيقول لي with the development. تعال أول حاجة عندنا يا شباب كلمة develop. معناها يطور أو ينمي. قلت لي جميل. طب ولو قلنا develop وحطينا لها ing developing يبقى معناها نامي أو متخلف. سجل معايا المعلومات. طب ولو قلنا كلمة develop من develop ايه دي؟ developed دي معناها متقدم او متطور، متقدم او ايه؟ متطور، ودي بتساوي كلمة advanced اللي معناها متقدم برضو او متطور. حلو. فهنا بيقول لي يبقى development بقى يعني ايه؟ لو قلنا develop ده النوم بقى، development يبقى معناها التنمية او التطوير. مستر انت كل كلمة هتعمل عليها كده؟ لا، انا بس بحاول ان انا استفاد من القطعة. هحل معاك النهاردة باسج واحدة، فاحنا عايزين من القطعة دي نطلع منها باكتر فايدة، بكلمات، بافكار. فهنا كلمة development التنمية والتطوير، عرفت منها 4 كلمات: develop يطور او ينمي، developing نامي او متخلف، developed متقدم او متطور، development التنمية او التطوير. of modern civilization، كلمة طبعا modern يعني حديث، كلنا عارفين ان modern معناه جديد او حديث. بتساوي بقى كلمة new، بتساوي كلمة recent اللي حالي او حديث، كل دي كلمات ايه بمعنى حديث. وعكسهم بقى ancient قديم او اثري، عكسهم كلمة very old قديم قوي، وهكذا. وكلمة civilization معناها حضارة، civilization حضارة. استفاد منها، استفاد لو قلنا كلمة civilized معناها متحضر، شخص متحضر، citizen مثلا مواطن متحضر، يبقى بالتنمية بتاعة الحضارة الحديثة. life الحياة has become، has become يا شباب لما اجي اترجمها بترجمها لكلمة لقد. اشمعنى يا مستر؟ احنا عندنا زمن المضارع التام، وزمن المضارع التام بيتكون من هاز او هاف تصريف تالت. فلما اجي اترجمه لانجلش العربي لازم بيترجم لكلمه لقد. انا دلوقتي بكتب الجمله اهي قدامي عشان اترجمها لعربي. complicated. فهنا هقول life has become more and more complicated. لقد اصبحت الحياه معقده اكثر واكثر. الحياة بقت صعبة جدا، بتتعقد اكتر واكتر. هنستفاد ايه من السطر ده؟
عندنا كلمة لايف الحياة. مالها يا مستر؟ قلت لك إن الحياة اسم معنوي، ولا يجي قبليه آه ولا آن ولا ذا. قلت لي حلو، لكن لو وصفت الحياة وصف ليها هقول هابي لايف عادي، بحط لها أو آن هابي لايف، آن اكزايتنج لايف حياة مثيرة، وهكذا. يبقى لو الحياة اتوصفت احط قبل الصفة ايه او ان. ماشي. طب ولو قلت حياة مثلا حد معين، حياة جنى، هقول ذا لايف اوف جنى. يا مستر انت قلت ذا لايف، ايوه. يبقى لو قلت حد معين، حياة حد معين، يبقى بقول ذا لايف اوف. هنا قلنا حياة جنى، حلو جدا. يبقى لايف الحياة، a happy life حياة سعيدة، the life of Jenna يعني حياة جنى. لقد أصبحت، نعيد تاني معلش السطر اللي خد مننا يعني 5 دقايق لوحده. يبقى هنا بيقول لي بالتقدم أو الحضارة الحديثة، بتقدم الحضارة الحديثة لقد أصبحت الحياة أكثر تعقيدًا أو معقدة أكثر وأكثر، more and more. As a result، ونتيجة لذلك، دي أداة ربط طبعًا. As a result ده يعلمنا يا شباب لما اجي اكتب لي سي ابقى عندي روابط، as a result ونتيجه لذلك، اللي هي بتساوي كلمه سو. تمام، بس هي عباره افضل. The car which was once considered a luxury is now looked upon as a necessity. بيقول لي ان العربيه اللي هي كانت، كلمه consider دي معناها تعتبر، العربية اللي كانت بتعتبر أيام زمان، وانس دي معناها قبل كده، العربية اللي كنا بنعتبرها قبل كده من الإيه؟ لوكشري. إيه يا مستر كلمة لوكشري دي؟ شكلها كلمة جامدة مهمة. قلت لك دي معناها رفاهية، كماليات يعني، كماليات. يبقى لوكشري معناها الطرف، الغنى، الرفاهية، الكماليات، حاجة زيادة يعني، حاجة فيها غنى. يبقى العربية اللي كانت بنعتبرها أيام زمان من الكماليات أصبحت الآن is now looked upon as a necessity، أصبحت الآن بننظر إليها إنها إيه؟ necessity، ضرورة. طبعا كلنا عارفين كلمة necessity دي طبعا لها معناها ضرورة، بتساوي كلمة a must. a necessity بتساوي كلمة a must، وبيجي بعدهم to زائد المصدر، هما الاتنين. مش موضوعنا، دي قاعدة عندها في سنة تانية يعني. فهنا بيقول لي doctors, engineers and businessmen cannot work without private cars. ايه ده بقى يا مستر؟ الأطباء والمهندسين والرجال الأعمال لا يستطيعون العمل، ما يقدروش يشتغلوا الدكاترة والمهندسين ورجال الأعمال بدون ايه؟ البرايفت كورز، بدون عربياتهم الخاصة، لازم بيروح. يعني ده بقى ايه؟ بقت حاجه ضروريه ان كله معاه عربيه زي ما كله معاه موبايل. بص بقى ده الربط اللي بعدها، بيقول لك moreover. ايه يا مستر كلمه moreover دي؟ معناها وعلاوه على ذلك. لا وكمان دي معناها كده، وعلاوه على ذلك the rapid growth of population in capitals and main cities has actually made the joy of for possessing a car much less. ايه الكلام الحلو دوت؟ بيقول لك هنا ان الريبت جروس، يعني ايه ريبت اصلا يا مستر؟ ريبت دي اللي هي معناها كويك، معناها سريع، فاست، كويك فاست. يبقى هنا بيقول لي الزياده السكانيه السريعه population يعني السكان، يبقى النمو السكاني السريع في العواصم، خاصة في العواصم. بص كده على القاهرة، بص مثلا على أي بقى باريس، بص مثلا على لندن، هتلاقي إن العواصم والمدن الرئيسية زي مثلا الجيزة اللي هي المدن اللي فيها كثافة كبيرة برضه، جعل متعة امتلاك السيارة أقل، ما بقاش ليها متعة، بقى كله معاه عربية، بقى في زحمة فخلاص. يبقى جعل المتعة بتاعت انك يبقى معاك عربية اقل بكتير. قلت لي ماتش لس يعني اقل كثيرا، لس يعني قليل وماتش يعني كتير، يبقى خلاها ملهاش متعة خالص.
بص كمان أداة الربط اللي بعده besides. مين يا مستر besides دي؟ معناها وإلى جانب أو بجانب كده. لا وكمان the problems of keeping a car in good condition، مشاكل الحفاظ على السيارة إنها تفضل في good condition، في حالة جيدة. عايز تخلي العربية دايما شكلها حلو مش تبقى بايظة. كمان and the leak of garages، وكمان نقص الجراجات، النقص اللي هو الأماكن الركون، ما بقاش فيه أماكن تركن فيها. There is the big problem of crowded streets، وهنا بقى المشكلة كبيرة وهي ازدحام الشوارع. شوف الناس بتقعد تتخانق ازاي على أماكن ركن العربية، وتيجي تركن تلاقي واحد واقف لك يقول لك ايه، ادفع 10 جنيه ادفع 5 جنيه. ليه؟ عشان مفيش أماكن لركون العربيات، قليلة جدا والعربيات كتيرة جدا. ده كده أول باراجراف. باراجراف سهل وجميل وحلو واستفدنا منه كتير، وخد معايا ورقة كاملة. أطلع بقى ظهر الورقة ونخش على الباراجراف التاني. Most people insist on، طبعا كلمة insist on معناه يصر على، ويأتي بعدها الفيرب مضاف له ing، يصر على. ولو جه ذات يبقى بعد ذات، اكتب القاعدة فاعل زائد المصدر. انت متخيل؟ يعني لو علي يبقى علي جو مش جوز مثلا ولا وينت، لا فاعل وفعل مصدر. دي قاعدة insist on اللي هي بتساوي recommend يرشح، وبرضو بتساوي نفس القاعدة كلمة suggest. يبقى التلاتة بيجي بعدهم يا فعل مضاف له ing، يا ذات وفاعل ومصدر، يا ذات وفاعل وشود والمصدر. دي قاعدة عندنا في سنة تانية ثانوي وفي تالتة ثانوي، لازم نكون عارفينها إذا كان كطالب تالتة أو تانية أو أولى. أنا بحاول أطلع بأكتر إفادة من القطعة، عايزك كده القطعة دي تبقى متعة عندك. والله العظيم يا جماعة أكتر حاجة بستمتع بيها أنا كمدرس القطعة. عايز أطور نفسي شوية في اللغة أقرأ قطعة، أحل قطعة. خليك برنس، ترجع لك كلمات، تجيب لك افكار كلمات كل حاجه وتخمين كله. فهنا بيقول لي معظم الناس او بتصر معظم الناس ان هم يبقى عندهم عربيه برايفت خاصه. ليه بقى؟ تو افويد ذا لونج ويت ات ا باس ستوب، لتجنب الانتظار. طب احنا عارفين ان افويد معناه تجنب، ياتي بعدها الفيرب مضاف له اي ان جي، او بيجي بعديها نوت وبعد كده فيرب ان جي مثبت ومنفي يعني. ماشي، يبقى هنا بيصر الناس على امتلاك عربيه خاصه بيهم عشان يتجنبوا الانتظار الطويل في المحطه بتاعه الاتوبيس، مش هيقعدوا واقفين. تو جيت اون اور اوف، تعالى جيت اون اكتب يركب، يركب مواصله. طب وجيت اوف ينزل من المواصله. كلمات استفاد احلى من 100 حصه. يبقى للركوب والنزول، للصعود والنزول اللي هو الاتوبيسات والكلام ده. فين فين فين؟ ذا باس از ا هارد، احنا هنا ذا باس از ا هارد ستراجل. ستراجل دي يا مستر معناه ايه؟ معناه كفاح، معناه نضال، معناه صراع، حاجة وحشة قوي. يبقى hard struggle يبقى معناها كده على بعضيها اللي هو ايه، يعني صراع صعب. يبقى هنا صراع عشان تركب اتوبيس او تنزل اتوبيس بسبب الزحمة وبسبب البهدلة، فدايما ده بيكون وحش جدا للناس. جميل. going to places by taxi doesn't solve the problem، وانك تروح بالتاكسي او العربية الاجرة يعني ده مش بيحل المشكلة. ليه يا عم مش بيحل؟ لا ما سهله. قال لي لا، ده هنا as taxi drivers عشان سواقين التكوسه take passengers according to rules they set، عشان سواقين الاجره او سواقين التكوسه دول بياخدوا الركاب حسب القواعد اللي هم بيحطوها. ساعات بيطلبوا اموال اكتر مما يستحقونها، اهي they sometimes ask for. طبعا ask for معناه يطلب. ساعات بيطلبوا، بص بقى، more money than they deserve، بيطلبوا فلوس اكتر ما هم يستحقوا. deserve يستحق.
اكسب كلمات، اكسب، يبقى deserve معناه يستحق. زي عايد على مين؟ قطعة يا جماعة ما بقاش ليها قيمة طول ما انت بتعمل في القطعة كده. مش قطعة يعني، انا والله ما شفت الاسئلة لسه، بس 100% الاسئلة هتبقى خلاص هايفة. يبقى زيد عايد على مين؟ على سواقين التاكسي. هنقول اهو تاكسي درايفرز عشان لما يجي يسألني زي عايد على مين؟ سائقي التاكسي. حلو جدا. اخر باراجراف، الباراجراف الاخير اللي اوله كلمة كارز. كارز could be source of trouble. احنا ممكن ايه نلون على كده اهو كارز، ما لوناش برضو. cars could be source of trouble. العربيات ممكن تكون مصدر للايه؟ للمشاكل. ليه يا عم هتكون مصدر المشكله ليه؟ قال لي many people have to leave their cars. ناس كتير بتضطر، have to معناه يضطر الى، بيضطروا يسيبوا عربياتهم in the streets في الشوارع. هيركنوها فين يعني؟ because garages are expensive and crowded. عشان ساعات الجراجات دي بتبقى غاليه، وكمان ساعات crowded بتبقى مزدحمه. فانت هتركن فين؟ بتروح مكانها في الشارع وخلاص، وكده بتعرض عربيتك للخطر. ليه بقى؟ قال لي this exposes them to rusting of or robbery. يبقى هنا ممكن بتتعرض للايه او للسرقه. كلمه rusting دي اللي هي معناها تصدي، تبوظ يعني، يجي عليها حاجه، او تتعرض للسرقه robbery. in rush hours، rush hours ساعات الذروه. اكتب كده ساعات الذروه. ايه ساعات الذروه دي؟ اللي هي ساعات العمل، ساعات الشغل، ساعات الزحمه. are so blocked كمان بتسد، بتقفل الطرق. that it takes a driver، بتخلي السواق، بص بقى it takes a driver age، يا الله، بتاخد من السواق عمر. age دي معناها سنه وعمر، طبعا ده جمله مجازيه كده، سنه وعمر، هتاخد منه زمن عقبال ما يوصل للديستنيشن. طبعا كلنا عارفين ان كلمه ديستنيشن معناها وجهه السفر. مستر انا ما اعرفش يا عم، اديك بتعرف لو انت ناسي كلمه، دينا بنقولها لو انت مش حافظها قبل كده ادينا بنقولها. يبقى يا شباب عندنا قطعه جميله جدا جدا جدا، الحمد لله انها طلعت اول قطعه نبتديها في السلسله بتاعتنا. احنا ان شاء الله كل اسبوع عندنا حل قطعه، فده اول قطعه، والله يعني ربنا هو اللي كرمنا بيها. قطعه اولها كده سهله، مش قطعه مثلا تكون صعبه قوي او رخمه، وشفنا ازاي قراناها. نيجي بقى للايه؟ للجزء الاخطر وهو حل قطعه. بسم الله. taking a public bus، انك تاخد الاتوبيس العام، is a problem because، هو مشكله للاتوبيس عشان هو غالي، عشان هو بطيء، عشان getting on and off، الطلوع والنزول من الاتوبيس صعب. ودي بيقول عشان السواقين مهملين. لا ما قالوش ان هو مهملين، يبقى الاجابه اللي طر بي هي الاجابه البيرفكت، مش محتاجه اراجعها، انا كده خلاص اتاكدت طالما قرات بما يرضي الله. السؤال الثاني، ذي عايد على مين؟ احنا قلنا اللي هم سواقين التاكسي، تاكسي درايفرز، سائق التاكسي. اللي بعده complicated اللي هي معناها معقد. احنا قلنا كلمة complicated في الصفحة الأولى، لما قلنا life has become more and more complicated، أصبحت الحياة معقدة أكتر وأكتر. تعالى كده قبل ما نشوف السؤال، هو بيقول لي كلمة complicated اللي هي معناها صعب بتساوي إيه يا جماعة؟ بتساوي complex، معقد. طب عكسها إيه؟ عكسها easy، عكسها simple. دايما بنقولها احنا في الحصه على طول، ان كومبلكس او كومبليكيتد معقد، وسيمبل وايزي سهل، اول ما بنذكر كلمه منهم. يبقى كومبليكيتد عايز ايه سينونيم؟ يبقى كومبلكس لتر ايه، وانا متاكد 100%. اكوردنج تو مين يا مستر الكلمه حلوه دي؟ قال لي معناها طبقا لي، طبقا للكاتب، يعني مش وجهه نظرك انت، لا وجهه نظر الكاتب. possessing a car امتلاك، كلمة possess يعني امتلاك، زي having a car، have a car امتلاك العربية. can be a trouble هيبقى مشكلة بسبب ايه؟ العربيات بتاخد مساحة في الجراج، ولا العربيات مضطر انك تسيبها في الشوارع، ولا السواقين مهملين، ولا الاشارات incredible لا تصدق. طيب
وبيقول لي طبقا للكاتب امتلاك العربية مشكلة في ايه؟ العربية بتاخد مساحة في الجراج ولا العربيات بتضطر انك تسيبها في الشوارع؟ المشكلة بتحصل لما بنسيبها في الشارع عشان بتبوظ، حد يرمي عليها حاجة، تصدي، تسد الطرق، تتسرق، وهكذا. 21 21 The best title for the passage، ايه افضل عنوان للقطعة؟ Traffic rules، قواعد المرور، types of cars، انواع السيارات، driving carelessly، السواقة بإهمال، transportation، المواصلات. والله هو كان بيتكلم على العربيات بس مش انواعها، كان بيتكلم على المواصلات بشكل عام، ان العربية دي شيء ضروري، فمش هركب اتوبيس. تمام، هو كان بيتكلم على العربيات بس مش انواع العربيات، يبقى الليتر دي هي الإجابة الأقرب للصح. فاضل سؤالين. according to، ايه يا مستر كلمة according to دي؟ طبقا لي، طبقا للقطعة. بنعيد كلمة according to للمرة التانية. طبقا للقطعة، it takes drivers a long time، بياخد من السواقين وقت طويل، to reach their destination، عقبال ما يوصلوا للايه، للجهة بتاعتهم. لما قال لي age to get، لما اوصل، عقبال ما اوصل. امتى بقى هياخد منه وقت كبير؟ لما العربية تكون فاضية، لما نكون في ساعة الذروة rush hour، ايوه هي دي، ولا سواقين بيكونوا بطئة، ولا جراجات مليانة؟ لا، هي الليتر بي، في ساعة الذروة تلاقي كمان زحمة ووقت شغل او وقت مدارس وانت عايز تمشي بالعربية، موضوع بويز. يبقى العربية ملهاش اي متعة، ده بتكون بتسبب للقرف. اخر سؤال، بيقول لي جملة it takes a driver age، بتاخد عمر من الايه، من السواق، عقبال ما يوصل للديستنيشن على وجهة السفر. ده يوضح ايه؟ يجيب ايه بقى؟ الناس don't know their destination، الناس مش عارفين عنوانهم، لا هم عارفين بس الزحمة. الجي بي اس بيتوه الناس، ما قالش الكلام ده. السواقين مش بيسوقوا غصب عنهم. It takes long time، بيستغرق وقت طويل، ايوه هي دي. قطعة قمر، جميلة جدا. انا كتبتها او عملت الحل بتاع، يعني التحضير بتاعها، في صفحة هي ونص، هصور لك برضو الصفحة ونص واطلبها مني. ده الرقم بتاع الواتس اهوت، لو انت مش موجود معانا في الواتس، تمام، لو طالب مش معايا يعني واتفرج على الفيديو وعجبه الكلام ده وعايز يطلع اللي انا طلعته، يعني عايز ياخد الكلمات دي ويحفظها، وي وي وي. يلا ربنا يوفقكم، واشوفكم دايما كل اسبوع في فيديو جديد للباسج للقطعة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.